اهلا بيكم مشاهدينا في كل مكان، وخدمه اخباريه جديده وحقيقه مخالفه حزام الامان للراكب بجوار السائق. يمكن امبارح حصلت حاله كبيره من الجدل بسبب تصريح للواء مدحت قريطه مساعد وزير الداخليه الاسبق، واللي قال ان اللي سايق عربيه لو اللي راكب جنبه مش لابس حزام الامان هياخد مخالفه، وحذر السائقين بشكل واضح ان عليهم ضرورة التأكيد ان هو يلبس حزام الامان، ويأكد كمان على اللي راكب جنبه في الكرسي اللي جنب السائق ان هو كمان يلبس حزام الامان، وإلا هيتعرض للمخالفة والمخالفة، وطبعا لو في مخالفة هتدفع غرامة مالية. ناس كتير ما كانتش تعرف ان الكلام ده وكان بيجي لها مخالفات، وكانوا بيستغربوا يقولوا ازاي جات لي مخالفة حزام وانا كنت لابس حزام الامان طول الطريق. لكن المفاجأة ان بيكون المخالفة جايله بسبب ان اللي راكب جنبه مش لابس حزام الامان، وبالتالي بيطبق عليه مخالفة. المفاجأة الثانية ان في سنة 2018 كان في حكم مهم جدا للمحكمة الدستورية العليا برفض دعوة طالبت بعدم دستورية المادة 74 و74 مقرر من قانون المرور، واللي بتعاقب قائد المركبة في حالة عدم استخدام الشخص الموجود بجواره لحزام الأمان، وده طبعا بسبب دعوة كانت قدام محكمة جنح مرور الخارجية الجزئية عن واقعة حصلت سنة 2009، وده طبعا بيأكد وبيقطع ان الامر دستوري وقانوني. وحكم المحكمة ده صدر الحقيقة على ايد قامات قضائية كبيرة جدا جدا جدا. المحكمة وقتها كانت مشكلة برئاسة رئيس مجلس الشيوخ الحالي سيادة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، كمان عضوية رئيس مجلس النواب الحالي المستشار حنفي جبالي، وكان معاهم المستشار الراحل سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية السابق، واخرين من قامات القضاء. نرجع تاني لموضوع الغرامة وموضوع حزام الامان، وان لازم اللي راكب جنب السواق يكون لابس حزام امان زيه زي السائق بالظبط، والا هيتعرض لغرامه ومخالفه مروريه وبالتالي عليه غرامه ماليه. عشان نعرف اكتر بيسعدني ان ضمننا عبر الهاتف سياده اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخليه ومدير الاداره العامه للمرور الاسبق، عشان نستوضح منه الامر ونقول له اهلا بيك في تلفزيون الوطن. يعني في البدايه حضرتك قول لنا ايه سبب الجدل اللي حاصل بسبب موضوع حزام الامان، وان اللي راكب بجوار السائق كمان لازم يكون لابس هذا الحزام؟ لا يعني انا طبيعي ما اقدرش اعرف ايه سبب الجدل ده. القانون ده موجود من سنه 2008، يعني القانون تم تعديل قانون المرور عام 2008، واتقال فيه ان في الماده 74 اللي انا حتى موجوده قدام حضرتك بتقول فيه ان يلتزم قائد المركبه ومن بجواره بارتداء حزام الامان. تمام، يعني ما اعرفش، مفيش جديد في الكلام ده. وفي ما هي غالبا هذه مفاجأة في حد ذاتها، ان 14 سنه القانون موجود 14 سنه، والناس بالزبط. حتى هذه اللحظه بتتفاجئ من هذا الموضوع لما بيجي لها غرامات ويقول لك ده انا لابس الحزام ازاي جات لي غرامه. بالظبط كده يا فندم. فانا كل لما اتعملت الغرامات او المنظومه الالكترونيه الجديده حبيت انوه للناس، يعني خد بال حضرتك، بقول له خد بال حضرتك ان انت كقائد مركبه في بعض الكاميرات النهارده او المنظومات الالكترونيه الجديده النهارده بتلتقط لو سيادتك تحدثت في المحموله اثناء القياده او ما ربطتش حزام الامان او من بجوارك، يعني انا بنبهك لان المخالفه بتبقى الكترونيه. تمام. فانا فوجئت ان زي ما سيادتك تفضلت بتقول لي في جدل في هذا الامر. ومش بس كده، انا يعني كمان انا اتذكر وزي ما سيادتك تفضلت ان كان في نيابه المرور اقامت يعني دعوه يعني دستوريه. تمام. عدم دستوريه مثلا ماده 74 او الكلام ده، واتعرض في تم التصدي لها في عام 2018 في المحكمه الدستوريه العليا واقرب بدستوريه هذه الماده. يعني يعني حتى المفاجاه يعني برضو ان الحكم نفسه كان من 13 سنه تقريبا. بالظبط يا فندم، يعني لا يعني هو من الحكم 2018 لكن على القضيه مرفوعه من 2009 يعني. تمام. يعني انا ما كنتش متصور ان في احد المواطنين، وطبعا ده من حقه انه يرفع بدعوى عدم دستوريه ماده حزام الامان فموجوده، فده يدل لحضرتك ان القانون موجود من زمان. مظبوط. كان بتحرم مخالفات زي ما انت تفضلت من 2009 ومن مزبوط. 2008 مخالفات شغاله عادي، لكن يمكن الزميل الاعلامي او الصحفي او ما اعرفش مين اللي نزل الخبر نزله بطريقه مجتزئه، يعني ما قالش سياق الحديث بالكامل. ففي بعض الاماكن يا فندم لقيتها بتكتب ان انا قلت ان الغرامه 500 جنيه، ما قلتش الكلام ده خالص، ده هي كان اعتقد مع دي ام سي مع الاستاذه ايمان العاصي بتسال لي على مخالفات الاوف الممنوع. قلت له الاوف الممنوع غرامته تبتدي من 500 جنيه، ده موضوع تاني خالص. اما حزام الامان غرامته من 100 ل 300، ويجوز دي كانت تتصالح فيها بنصف الحد الادنى اللي هو 50 جنيه. وانا يعني انا ما يعني ما قلتش حاجه غير في القانون، وكان الغرض منها
اول حاجتين. اول حاجه انك ترتدي حزام الامان لامان سيادتك وعشان مباش لا قدر الله في حادثه وخلافه، فانت تستطيع حمايه نفسك ومن بجوارك بارتداء حزام الامان. وايضا حضرتك تخلي بالك من المخالفه، يعني هو المقصود يا فندم لما انت الدوله بتعمل قوانين بتشرع قوانين للمرور في اي دوله في العالم، يعني المقصود بها القوانين دي المقصود بها الالتزام بمعاملات الامان عشان ما تضرش نفسك وتضر غيرك، زي قوانين السرعه. قوانين السرعه معموله ليه سيادتك؟ معموله نفس الكلام عشان حضرتك كل طريق له سرعه تصميميه ما تزيدش عنها، لو زدت عنها هتسبب في حوادث. هذا الغرض كله سيادتك الموجود، عشان كده ده اللي احنا قلناه ونبهنا عليه الناس. طبعا يعني كلام حضرتك مهم جدا، بس هاخد منه كام جزئيه ضروريه نوضحها للناس اللي تسمعنا وتشوفنا دلوقتي. ان حكم المحكمه الدستوريه العليا واضح كده ان هو قضى على اي كلام تاني، واكد ان الموضوع دستوري وان الغرامه مطبقه منذ صدور هذا الحكم بشكل قانوني. بالظبط يا فندم، عشان كده بقول لك سيادتك كمان يعني تاكيدا لهذا الامر ان يصدر حكم المحكمه الدستوريه العليا، ودي يعني من الحاجات برضو النادره انك ان شفنا قانون مرور بيحصل فيه تصدي المحكمه الدستوريه العليا، فده ما فيش اكتر من كده وموجود عند سيادتك. ويا ريت يا فندم برضو احنا عارضينه، انا عايز اتكلم معانا، احنا عارضين في الجريده الرسميه عشان برضو الناس تتاكد ان في بعض الناس تمام قد يعني تنشر أو, او 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 تتجاوب مع كلام موجود في الدوله من زمان. مظبوط، يعني ده حقيقي. الغرض منه انا لما قلته الغرض منه ان انا بنبه الناس، خد بال حضرتك امان لسيادتك تربط حزام الامان، هو اسمه حزام الامان سيادتك. دي جزئيه ثانيه كنت هتكلمها فيها، بتصرف كتير جدا عشان تعمل ابحاث على حزام الامان يتربط ازاي ويكون موجود فين وكده. وكمان في نقطه برضو خاصه برضو انا برضو عايز اقولها بغض النظر عن مخالفات جنابك، يعني وهي ان حضرتك في جميع السيارات الحديثه اللي فيها ايرباك عمر الايرباك ما هتطلع لا قدر الله في الحادث الا لما تكون سيادتك حزام الامان. كلام مظبوط، وده بيؤكد على اهميه حزام الامان، وده برضو كنت اقول لحضرتك عليه الجزئيه الثانيه من كلامك المهم جدا، ان حزام الامان في بعض السيارات دلوقتي بتفضل دايما في صفاره شغاله معاك طول ما انت ماشي في الطريق لو انت مش مركب حزام الامان. والجزئيه الاكثر اهميه وخطوره ان السيارات اللي فيها اللي هي الاكياس اللي هي بتطلع وقت بيحصل حادث او اصطدام مش هتفتح مكانها ولا تطلع مكانها الا في حاله ان حزام الامان يكون راكب. برده دي نقطه مهمه لامان اللي راكبين السيارات عامه، سواء اللي سايق او حتى اللي جنبه، لان البعض بيشكو يقول لك طب انا اللي سايق ولابس الحزام ليه اللي جنبي كمان بيلبس حزام؟ فحضرتك برده وضحت نقطه مهمه انها لامان كل اللي راكبين في السياره نفسهم. يعني عايز اقول لسيادتك هو الامان لحضرتك والامان اللي جنبك عشان الاصطدام المباشر في المواجهه، ولكن حتى الان القانون المصري لم يجرم بالنسبه للركاب الخلفيين، رغم ان القانون كله في العالم كله بيجرم او بيقول مخالفه للناس كلها اللي بتركب السياره بدون ترتدي حزام الامان سواء في الامام او في الخلف. تمام. لكن القانون المصري اكتفى فقط بالراكب الامامي او المقاعد الاماميه سواء السائق او اللي قاعد جنبه. بالظبط. طيب في برضه نقطه مهمه اساسا حضرتك فيها، مع التطور الكبير للطرق المصريه والمحاور اللي احنا عايشين فيها في هذه الفتره، ايه تاني قوانين في المرور الناس غايبه عنها وممكن تاخد مخالفات بسببها؟ يعني والله فعلا انا مش عارف ايه اللي يتوه عند بعض الناس، لكن انا بقول لسيادتك ده اللي موجود. يعني في قوانين كتيره، يعني هل السرعه ان بعض الساده المواطنين مش عارفه ان السرعه لها ليميت معين او حد معين موجود دلوقتي على الطرق؟ تمام. جميع المحاور عليها رادارات النهارده موجوده السرعه بتاعتها، وسيادتك ما تقدرش تتخطى هذه السرعه الموجوده يا له ان حضرتك بتتحدث في المحمول ممنوع لسيادتك. في برضه انت مهم، واحد سالني فيها بيقول لي طب الراكب قدامه بيتكلم في المحمول بس مش هو السواق، قلت له اتكلم عادي براحته ما فيش مشكله. يعني احنا بنتكلم على قادم مركبه بس اللي هو ما يتكلمش في المحمول. تمام. لكن ممكن نستخدم وسائل اخرى يعني كتيره، يعني ممكن نستخدم الكركت اللي موجود في السياره، ممكن نستخدم سماعه اللي في البلوتوث، لكن اهم حاجه يكون مركز في القياده. تمام. يعني سيادة اللواء مدحت قريطة مساعد وزير الداخلية ومدير إدارة عامة للمرور الأسبق، ونشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات الهامة جدا جدا جدا. ولازم الكل ياخد باله إن أنت هتبقى راكب السيارة وحد قاعد جنبك، أنت هتلبس حزام الأمان لو أنت سايق السيارة، واللي جنبك كمان هيلبس حزام الأمان، وناخد بالنا عشان ما يجيلكش مخالفات وتقول أنا ما خالفتش المرور أو ما خالفتش القواعد واللي جنبك ما كانش لابس حزام الأمان. أكيد بنتمنى السلامة لكل الناس، ويكون الناس عارفة ايه هي القواعد المرورية وكمان نطبقها بشكل واضح وحازم خلال الفترة اللي جاية.
طبعا بنشكر كل اللي بيشوفونا وتابعونا على صفحه الوطن على فيسبوك كل حسابات الوطن على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفه. كان معاكم عثمان ابراهيم، شكرا جزيلا لكم.